اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام بعد تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعته وإنشاء وحدة حكومية لإدارته. وأكدت جلالته على ضرورة وضع آلية لمتابعة واضحة لتنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية. ولفتت جلالته إلى أهمية أن تكون الآلية متناسقة مع آلية المتابعة لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان السلاسة في عملية التنفيذ، وأن تكون خطة عمل المرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات واضحة لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية. وشدد جلالته على ضرورة بناء قدرات موظفي القطاع العام من خلال برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي. وأكد جلالة الملك أهمية التفاعل المباشر والتواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لأي تساؤلات قد تطرح، منوها إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بوتيرة أسرع، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية بشأن إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين. أرحب مباشرة بمديرة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في وزارة الاقتصاد الرقمية سيدة ديما نهار. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة ديما، انطلاقا من هذا اللقاء الذي عقد اليوم في قصر بسمان، ونتحدث عن هذا اللقاء الملكي الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير بالتأكيد في متابعة خطة التحديث، ولكن نتحدث عن أهمية هذا اللقاء والتركيز أيضا على الاشتباك وعلى تقديم الإيجابية وعلى التفاعل المباشر مع المواطنين في ضمن الخطة الموجودة في وزارة الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الشاملة. كيف يمكن الحديث عن الاتساق مع هذه التوجيهات؟ توجيهات جلالة سيدنا اليوم خلتنا عندنا حافز أكثر، وحتى إن نشتغل على الخدمات المراكز الخدمات اللي حاطينها بالخطة، بحيث إنه خطة وزارة الاقتصاد الرقمي كانت لإنشاء 4 مراكز خلال عام 2023، لكن بعد توجيه جلالة سيدنا قمنا بتحديد 8 مراكز خلال هذا العام إن شاء الله. شغالين إحنا حاليا على السرع بمطار الملكة عليا لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين، وجاري العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لشمول المراكز الخدمات اللي موجودة أصلا بالزرقاء وإربد والكرك. كمان إحنا شغالين إن شاء الله راح نكون على الصفيلة وعقبة، هاي المراكز اللي تم إضافتها للخطة بعد توجيهات جلالة سيدنا وبعد تشريف سمو الأمير لإلنا للمركز بزيارتنا قبل يومين تقريبا. الفكرة من هاي المراكز هي مراكز تخدم المواطن من مكان واحد وتساعده على أنه يحصل على خدمته بسهولة وبجودة عالية من نفس المكان. طيب بالردود الفعل الإيجابية على المركز الخدمات الشاملة في المقابلين، الآن إذا أردنا التعميم هذه الفكرة وتحدثت عن توسع لدى وزارة الاقتصاد الرقمي في تقديم هذه الخدمات، هل نتحدث عن سمة معينة أو ميزة معينة في محافظات أخرى؟ هل ستكون نفس الفعالية التي تقدم فيها الخدمات في مركز الخدمات في المقابلين؟
طبعا الخدمات، مراكز الخدمات راح تكون منتشره بحسب الخطه عندنا على 15 موقع خلال في ارجاء المملكه. الاكسبيرينس والخبره هي نفسها راح تكون للمواطن باي محافظه راح يكون موجود فيها. نفس الخدمات ان شاء الله راح تكون موجوده مع مراعاه الكثافه السكانيه وبعد المراكز عن مواقع الخدمات بالمحافظات. راح نكون ان شاء الله بنفس طريقه الاداره لهي المراكز راح تكون معممه على جميع المراكز في انحاء المملكه. طيب الان من خلال ايضا ردود الفعل حول مركز المقابلين، هل هناك من الممكن الحديث عن إضافة خدمات جديدة في هذه المراكز، تطويرها بشكل أكبر لربما نظرا لربما إلى تلافي بعض الأخطاء أو بعض الثغرات في إن كانت موجودة في إنشاء هذا المركز الذي قدم الخدمات بشكل واضح وسيتم تلافيها في إنشاء هذه المراكز الجديدة؟ أكيد. إحنا أول مركز هو إطلاق تجريبي كان بالمقابلين. الفكرة من الإطلاق التجريبي هو الاطلاع على الاكسبيرينس أو رحلة المستخدم داخل المركز للتعديل عليها والتحسين عليها وتطويرها. الموجود عندنا حاليا بالمركز 15 مؤسسة حكومية بتقدم 45 خدمة. جرى عمل على إضافة مؤسسات كمان جديدة وخدمات جديدة طبعا حسب أولوية وحاجة المواطن. فإحنا إن شاء الله من ناحية تطوير للأداء لهذا المركز إحنا شغالين بمراقبة يومية لأداء هذا المركز من ناحية عدد المراجعين، من ناحية مدة انتظار العميل، ومن ناحية مدة تقديم الخدمة للمواطن، وأيضا رضا المستخدم من أهم أولوياتنا بحيث يتم تقييم رضا المستخدم بعد الخروج من المركز عن طريق رسائل قصيرة ليتم المتابعة على أي ردود وأي فيدباك من المواطن عليها. متى سيبدأ العمل ربما على إنشاء هذه المراكز؟ هل هناك خطة واضحة لبدء الإنشاء ومن ثم أيضا الحديث عن الانتهاء؟ هل ستكون أيضا هذه المراكز بأبنية جديدة وبخطة كاملة أم أنه سيتم استئجار بعض المراكز لربما أو بعض الأبنية لإنشاء مثل هذه المراكز؟ هل هناك خطة واضحة بشكل واضح؟ طبعا في خطة واضحة. نعم، إحنا زي ما حكيت لك إحنا بلشنا هلأ بالفرع الموجود بالمطار، إحنا حاليا بقيد إنشاء هذا المركز. بالنسبة للمراكز الثانية إحنا قمنا ولسه منكمل على زيارات لجميع محافظات المملكة لتقييم المواقع اللي ممكن أن تكون مؤهلة أو ممكن الاستفادة منها لاستخدامها لمراكز الخدمات. في عنا خطة زي ما أنا حكيت لك أول ما بلشنا إنه رح يكون في المطار، بعدها في عنا بالزرقة وإربد والكرك والطفيلة والعقبة بإذن الله خلال هذا العام. وبعدين رح نتجه لعجلون إن شاء الله والمفرق ومعان وجرش بإذن الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة، مديرة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في وزارة الاقتصاد الرقمية سيدة ديما النهار، شكرا لك.